النقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها هنا وكانت برضو من النقاط المهمة، موضوع اللي طرحته السيدة المشيرة أن سفيرة خطاب، أن احنا نحط مع توصياتنا اللي ممكن نبعتها أو هتبعتوها للأمم المتحدة، أن لما حصل تطور، والتطور ده كان كاشف، أنا بكلم على الأوبئة هنا، وده كان كاشف أن ده مهم أن يتحط ويبقى جزء أو بند من بنود حقوق الإنسان اللي هو مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة، وأيضا الزيادة السكانية والسيطرة عليها. وأنا هتكلم في النقطة دي على أنها قد إيه بتمثل تحدي لكتير من الدول. كتير من الدول اللي موجودة يمكن، أو الدول الغربية بالتحديد، النمو السكاني بتاعها متوقف أو ثابت على مدى يمكن 30-40 سنة. يعني بنيته الصحية ما كانتش محتاجة دعم، بنيته الصحية لأنه هو كان عدد سكانه مثلا في أي دولة من غير ما نذكر أسماء كانت 40 أو 50 مليون، يبقى البنية الصحية اللي موجودة على مدى 30-40 سنة اللي فاتوا ما كانتش محتاجة تعزيز أو تطوير. طب تصوروا دولة زي مصر، دولة زي مصر كان لو بنتكلم على 2 و2.5 مليون زيادة سنوية، أنا لما أجي عزز البنية الصحية لمصر ده كل سنة محتاج أضيف تعزيز، مش بنية صحية بس، لا حتى البنية التعليمية اللي هو المدارس والجامعات، ده أمر يتحط في الاعتبار إنه ده تحدي من التحديات. لأن أنا لو أنا ما قدمتش تعزيز للعملية الصحية في مصر تتناسب مع الإنسان اللي عندي، طب أنا كده أثرت كدولة في حق من حقوق الإنسان في العلاج الصحي الجيد أو التعليم الجيد. أنا عايز أقول إن ده تحدي. طب هل الناس أو لما بيتم تناول حقوق الإنسان في مصر، أنا هقبل أي شكل من أشكال يعني التناول لما يعني لأوضاعنا في مصر، لكن أيضا أن يكون التناول تناول متكامل، تناول شامل. دي قضايا موجودة عندنا. هو النهاردة لما يكون عندي إنسان يعني 2.5 مليون كل سنة، هو أنا مش محتاج أن أنا أشغلهم ويعطيهم فرص عمل؟ هو ده مش من حقه كإنسان أن هو يشتغل ويعيش، ولا مش من حقه؟ طب أنا أعمل ده إزاي؟ وعشان كده أنا بتفق وبأكد وداعم تماما لفكرة أن النقطة دي تبقى أحد نقاط حقوق الإنسان، عشان الناس تبقى عارفة أنها بتمثل تحديات لدول زي دولنا. فدي نقطة أنا بس كنت عايز أتكلم فيها كمان. وعايز أقول لكم على حاجة، إحنا لما جاءت الجائحة جاءت ضربت العالم كله، إحنا في مصر رصدنا 100 مليار جنيه في دولة يعني ظروفها الاقتصادية مش قوية. السياحة في مصر اتضربت بشكل كامل، وده قطاع كبير جدا بيدر أكتر من 14-15 مليار دولار. القطاع النقل وحتى في قناة السويس تأثر بشكل كبير، حركة النقل في مصر أو حركة النقل في العالم كله اتأثرت، وده قطاع كان برضو بيدر أموال لينا وتأثرنا بها تأثر كبير، لكن ده ما منعناش في إطار إن إحنا الحفاظ على حقوق شعبنا. وزي ما تقال كده إن ده ما حصلش فيه تمييز بينه وما بين الموجودين عندنا، الناس اللي هم إحنا ما نقولش عليهم لاجئين، بالمناسبة لضيوفنا اللي موجودين هنا شبابنا إحنا ما نقولش عليهم لاجئين. وعايز أقول لكم على حاجة، طب ما هو التناول هو حق الهجرة، حق من حقوق الإنسان. إحنا في مصر هنا بنتكلم على 6 مليون إنسان جم نتيجة الصراعات اللي موجودة بعضها، يعني نتيجة الصراعات اللي موجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر اللي موجود في دول يعني قريبة مننا. لا منعناهم ولا قعدناهم في مخيمات. أنا بتكلم على رقم كبير قوي، مش بتكلم على 5000 ولا 10000. يعني أصدقائنا في أوروبا بيرفضوا إن هم يستقبلوهم. أنا بتكلم على 6 مليون إنسان،
6 مليون انسان موجودين هنا، مش موجودين في معسكرات، ما فيش معسكرات لاجئين في مصر خالص. الناس دي مدموجين في مجتمعنا، بيشتغلوا بياكلوا بيشربوا بيتعلموا بيتعالجوا. يمكن تكون قدراتنا مش متقدمة قوي وامكانيات تكون مش متقدمة قوي زي الدول الغنية، لكن على الاقل احنا يعني تم اتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير، من غير كلام كتير، وما سمحناش لنفسنا ان احنا نبقى معبر لهم يعبروا فيه الى المجهول ويلقوا مصير يعني قاسي جدا في البحر المتوسط اثناء هجرتهم لاوروبا. ما عملناش ده.